مجال. جئت فداك يا ابن فاطمة، هل لي أن أسألك سؤالا؟ سل يا أخي. عفوك سيدي، هل تدرك كل اللغات؟ إن لله مدينتين، إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، عليهما سوران من حديد، وعلى كل مدينة 1000000 مصراع من ذهب، وفيها 70000 لغة، يتكلم كل لغة بخلاف صاحبه، وأنا أعرف جميع اللغات وما فيها وما بينهما وما عليهما حجة غيري والحسين أخي.